في شيء بيصير بدون ما يكون فيك تسميه تطبيع، وانا هون مش عم روج له ولكن انا عم بحكي عقل. شو هو؟ اذا اجى حقل كريش وفي نصه ممتد للاراضي اللبنانيه، للارض اللبنانيه، وبلش هيدا حق للبنان عظيم إذن. حق للبنان، كيف بدي اخده؟ لا بحكي مع اسرائيل وما بدي احكي مع اسرائيل ولا قادر افرض عليها بالقوه اخده. المنطق الدولي بيقول انه بتجي او الامم المتحده او الولايات المتحده بتجيب شركه الحصص. هي بتستخرج وبدون ما يقعد اللبناني والاسرائيلي وبدون ما حدا، كل واحد بتعمل له شك انه عمل استخرجنا كذا، حصتك لبنان كذا، حصة اسرائيل كذا، هيدا للبنان. هيدا عقليا ومنطقيا هيدا مش تطبيع. اذا القصه رح توقف بس على هاي النقطه معناتها بعتقد في اشياء ما بنعرفها نحن. مثل شو؟ ممر ممتدة إلى أبعد من ذلك، إلى الموضوع النووي، إلى الموضوع الحلقة المربوطة ببعضها الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية. عن شو بتحكي؟ عزيزتي أنا بدي أقول لك شغلة. طبعا في كتار ناس، أنا ما بحكي بالسياسي من منطلق ذاتي أنه أنا بحب هالشي يصير أو ما يصير. طبعا أنا بحب يكون في استقرار بلبنان وبحب يكون في سيادة بلبنان، وما عندي مانع لبنان يكون له علاقة مع الإيرانيين، علاقة متكافئة، ومع العرب والسعوديين وغيرهم، ومع الأمريكان، وما عندي مانع أتعاون بها كمان إذا أنا بحاجة إلى الصين أو الروس. رغم كل ذلك أنا اللي بدي أقوله أنه الاتفاق، المفاوضات الإيرانية الأمريكية نجاحها سيكون له تأثير مباشر مش بس على المنطقة، على لبنان بشكل خاص، وفشلها فشلها النهائي رح يكون له كمان تأثير سلبي خاص. توصل بحياتها إلى فشل نهائي؟ لأنتم أذكى من أنه يوصلوا إلى فشل توصل يعني. أنا متأكد أنه إذا مش بهاي المفاوضات في اتفاق رح يتم بين أمريكا وبين إيران. الوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وقفوا بإدار التفاوض بفيينا. معلش رح يمكن كتب هالشي بس أنا رح أقوله على العلن. التقى فيه رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي، شي دولة عربية بعتقد، ما عاد متذكر وين، أو دولة خارجية. بيسأل بيحكي، عم يحكي معه بالنسبة للمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. كان جوابه نحن سنبقى، لن نقطع المفاوضات ولن منعلقها للمفاوضات، ولكننا سنبقى ملتزمون بالبحث مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي. و قال له انه في 3-4 شغلات هن بالنهايه معرقلين هذا الموضوع، ولكن الكلام اللي طلع منه واللي عم يطلع من غير جهات ايرانيه كله يوحي ان الرهان على ان هذا الاتفاق سيحصل. ولو ما صارت الحرب الروسيه على اوكرانيا يمكن كان حصل قبل ذلك. كمان انا بدي اقول لك شغله، هاي جايه من امريكا مش عم بخترعها، موجوده براسي كان، بس انا بحب دقق. ولأول مرة ما كتبت عنها كتير، كتبت ثلث مقال بس تحرز العنوان، كانت حطيت العنوان في اقتناع بالعالم، الولايات المتحدة، روسيا، وبعتقد الصين، مع أنه الصين يعني اهتماماتها السياسية بهذه المنطقة شبه معدومة، اهتمامات اقتصادية وبعدين سياسية للمستقبل، هدفها المحيطين الهندي والباسيفيك يعني والمناطق القريبة منها. في اقتناع انه هذه المنطقة مش بس لبنان دولته انتهت ونظامه انتهى وصار بحاجة لنظام جديد، هذه المنطقة داشرة، فيها اسرائيلي، فيها تركي، فيها ايراني، فيها روسي، الناس عم يتقتلوا مع بعضهم، الانظمة يعني هرت، لبنان هر كصيغة وكنظام، ليبيا هرت كصيغة وكنظام، السودان عم بهر، سوريا خالصة بهالموضوع. يعني في نظام إقليمي انتهى.
من هلا طبعا يمكن انا ما اكون موجود لما يصير هذا النظام الاقليمي الجديد جديد. ولكن انا واثق انه الموقف الامريكي والموقف الاسرائيلي والموقف الايراني ومن ورائهم دول اخرى انه بهذا النظام الاقليمي يجب ان تكون هناك دولتان. هو راح يكون مثل الدول، يجب ان تكون هناك دولتان رئيسيتان، إسرائيل وإيران، لأنهما الدولتان الوحيدتان القادرتان فيها على إدارة هذه المنطقة بالكفاءة اللازمة. هذا كلام بحط لك إياه بين مزدوجين. يعني كل شيء عم بيصير هلأ هو تأسيس لهذا الكلام يلي عم تتفضل فيه، يلي هو هل نظام جديد في المنطقة تقوده إيران وإسرائيل. حتى هذا حتى الكلام ما يفهم أنه أنا عم أقول أنه في تواطؤ. رجعت عم بطفه. أنا مش عم أقول أنه في تواطؤ إيراني إسرائيلي. العداء الإيراني الإسرائيلي واضح، والحرب اللي عم بتشن إيران على إسرائيل موجعة، والشيء اللي عمله حزب الله اللي أسسته إيران مع إسرائيل أكثر وجعا وإيلاما. ولكن بالنهاية إيران دولة إقليمية كبيرة، ولن تستطيع وما فيها تضل تعمل حرب على طول. لن تهادن إسرائيل، يعني لن تحقد صلحا أو سلاما مع إسرائيل، ولكنها لن تلغيها، ولكنها ما في قدرة على إلغاء وكبة بالبحر. لا مش هي بدها تتقاسم مع هي بالنهايه بده يصير طبعا مش ضروري يقعدوا مع بعضهم. لا لا عم نحكي صار في بالتوازن، في دولتين هن الوحيدين. وهون عم بينطلقوا الدول الكبرى من شيء عملي، انه ايران عندها القدره والنفوذ وصارت بالمنطقه، واسرائيل عندها القدره والنفوذ وخرقت الصف العربي وصارت بالمحل الثاني. هلا الدولة ليش قلنا قالوا اسرائيل وقالوا ايران ما قالوا مصر؟ لانه مصر الحاليه ليست مصر عبد الناصر وفي مشاكل كثير. ليش ما قالوا السعوديه؟ لانه السعوديه يعني بوتنسيال احتمال مهم للمستقبل، مش هلا. في مصاري كثير، في هلا ولي العهد عم بيحاول يجدد وهيئته ناجح في هذا الموضوع في السعودية. ولكن بدهم هن دول قادرة. مين الثالث بهاي الثلاثي؟ هو تركيا. ولكن كيف بالمدرسة لما كنا بالثانوية وقبل الثانوية انه طلعوا اثنين اول بالفحص، بيحطوا اثنين اول بس ما بيحطوا الثاني، يعني اللي بيكون ثاني بيسموه الثالث. تركيا هي العنصر الثالث في هذا الرديف المخيف بهالنظام يلي فيها الثلاثة. أكيد بيهدوا المنطقة، خصوصي إذا في، لأنه ما بيصير هالشيء إذا ما في قرار دولي كبير. ولكن بيهدوا المنطقة. بس هيدا شو بيعني؟ يعني العرب لازم يبكوا لأنه ما عاد في عرب، لا عاد في عروبة، إجوا جابوا الأديان والمذاهب. إسرائيل يهود، إيران مسلمين شيعة، تركيا مسلمين سنة. هيدا بدلك. والباقي؟ الباقي بده يعيش بهذا النظام، يعني إذا في نظام وفي شغل وفي سلام وفي كذا كله بعيش. حسيروا أهل ذمة يعني. ما في أهل ذمة، الباقي أهل الذمة غير المسلمين. أكيد عم بقول إنه الجميع رح يصيروا. مع الأسف الشديد يعني. يعني كل واحد بده يرجع إلى جناح يلطى تحته. كل فريق صحيح. أو كل شعب صحيح. من هذه الشعوب بده ينقي جناح طيلته تحته.